المشروعات القومية ودورها. ويمكن انا بحاول هنا، معلش اسمحوا لي، لان احنا دايما احنا شايفين السوشيال ميديا بتقول ايه وبعض الناس بتتكلم ازاي. لما حصلت الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدى بعض الناس يقول لك يعني اهو بصوا بسبب المشروعات القومية، او يعني قللوا شوية وبطئوا المشروعات القومية، اصل هي المشروعات القومية اللي ممكن تكون زودت لنا عملت لنا بعض المشاكل. لكن انا عايز اقول ان كل المشروعات القومية، تلت الاستثمارات العامة كانت رايحة لهذه المشروعات القومية. وخليني كده استعرض مع حضراتكم ايه المشروعات القومية اللي الدولة اشتغلت عليها، ونفكر مع بعض هو كان ينفع اي مشروع منهم ما نعملوش. رأي حضراتكم ايه في الكهرباء؟ كيف كان وضع الكهرباء في مصر في 2014؟ حضراتكم نفتكر. طيب الغاز، كانت مصر بتستورد غاز، ولولا الاستثمارات الهائلة اللي اتعملت وضخت خلتنا النهاردة عندنا اكتفاء ذاتي وبنصدر. طب هقول لحضراتكم حاجة، طب لو كان وضعنا في الغاز وما استثمرناش وكان الوضع زي ما هو وجت أزمة روسيا وأوكرانيا، كان إيه اللي هيحصل؟ كنا هنستورد غير البترول غاز. طب هو أسعار الغاز زادت قد إيه؟ حضراتكم متابعين؟ طب كيف سيكون حال مصر في هذا الوقت؟ كنا هنجيب منين عملة صعبة عشان نقدر نعمل هذا الكلام؟ طب بلاش الكهرباء والغاز، مشروعات المية والصرف الصحي ومعالجة هذه المحطات وإعادة استخدام المية المعالجة عشان نستفيد بكل نقطة مية النهاردة إحنا محتاجينها. قطاع الاتصالات اللي عملنا فيه طفرة كبيرة جدا، والنهاردة مصر، ويمكن كان يعني معالي وزير الاتصالات لسه بيعرض قدام فخامة الرئيس إن مصر النهاردة أصبحت رقم واحد أفريقيا في خدمة الإنترنت، من كنا في الاخر خالص متاخرين. بعض الناس يقول لك طب الانترنت بقى النهارده احنا في العالم بقى عايش كله، ولولا ازمه خلينا نفتكر ازمه كورونا بقى العالم كله بيتعامل من خلال المنظومه الافتراضيه. طب انا لما كنتش حسنت شبكاتي برضو كيف كان سيكون حال مصر؟ تطوير المناطق الغير امنه والعشوائيه اللي رفعنا بيها، وحضراتكم كل المصريين عارفين مئات الالاف من الاسر كانوا عايشين في مستوى عامل ازاي. شبكه الطرق والنقل اللي مره اخرى انا باكد لحضراتكم كخبير تخطيط عمراني قبل ما اكون رئيس وزراء، لولا هذه الشبكه لكانت شوارع مصر عباره عن جراج، ولم تكن لتتجاوز حركه السيارات سرعه 8 كيلو في الساعه. مش انا اللي كنا بنقول، المؤسسات الدولية قالت مصر 2020، الكلام ده كانوا بيقولوه في 2010، ستتحول شوارع مصر إلى جراشات، العربيات هتبقى مكدسة وما ينفعش إنكم تتحركوا. طب لو إحنا يعني لولا هذه الطفرة الكبيرة اللي خلت مصر تقفز بمعدلات كبيرة جدا في شبكة الطرق، والأهم طب أنا كمواطن هو أنا كنت هعرف أتحرك من بيتي لمكان عملي؟ لو ما كانتش شبكة الطرق دي كانت موجودة، بدل ما كنت النهاردة باخد تلت ساعة كان ممكن اخد ساعتين، طب كنت حوصل ازاي لمكان عملي؟ كل دي استثمارات النهاردة الدولة المصرية بتعملها كمشروعات قومية. مشروع حياة كريمة، وانا مش محتاج ان انا اقول هل هذا المشروع العظيم النهاردة الدولة تقدر تتأخر عنه، اللي هو مطلب اهالينا في الريف كله؟ هذه المشروعات لا يمكن إبطائها، لأن دي الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري للنهاردة والقدام. مشروعات المدن الجديدة اللي بتتعمل، أنا بس عايز أقول لحضراتكم لما برضو أثير وتقال هل هو ده الأولوية والكلام ده كله، حضراتكم ارجعوا لمطبطة مجلس الشعب في بداية الثمانينات، كان أعضاء مجلس الشعب استدعوا وزير الإسكان في هذا الوقت المرحوم حسب الله الكفراوي، وقالوا له هو ايه جدوى انك تعمل مدن العاشر من رمضان وستة اكتوبر والسادات وبرج العرب والشيخ زايد والكلام ده ملهاش لازمة. النهاردة هذه المدن بتستوعب 10 مليون مواطن مصري، ده غير كل الصناعة اللي في مصر بقت موجودة في هذه المدن. هقول لحضراتكم لو ما كانتش المدن دي اتعملت، ممكن حضراتكم تقولوا لي كيف كان سيكون شكل مصر؟ كان العشرة مليون دول كانوا هيبقوا على فين؟ كانوا هيبقى على الأراضي الزراعية، وكانش هيبقى عندنا الصناعات اللي موجودة. المدن اللي احنا بنعملها النهاردة هي مدن لولادنا الفترة الجاية، دي النقطة اللي لازم كلنا بنعملها، وهي دي اللي هتبقى
المكان اللي احنا بنقول لازم عشان نستوعب الزيادة السكانية يتحركوا فيها. لكن كل هذه المشروعات القومية مع احتياجنا الكبير ليها عملت شيء مهم جدا، خلقت أكتر من 5 مليون فرصة عمل. طب كان فين لولا هذه المشروعات؟ كان هيحصل الناس دي كانت كلها ال5 مليون شاب مصري اللي ما كانوش اللي هم كانوا بيشتغلوا حاليا في المشروعات دي، كانوا هيشتغلوا فين؟ لان من الظلم ان انا كنت احمل القطاع الخاص قدرته ان هو يقدر ان هو يوفر كل هذه الحاجات بنفسه بتمويله. لان خلينا بقى نقول حاجه مهمه جدا، هو مين اللي بينفذ المشروعات القوميه؟ كلها شركات قطاع خاص. فبالتالي احنا كدوله بالعكس احنا فتحنا الافاق للنمو القطاع الخاص في هذه المرحله عشان نقدر ان الدوله المصريه تنمو. على فكره اللي احنا عملناه هي تجربه الدول الناشئة العملاقة اللي حققت طفرة اقتصادية كبيرة، دول شرق آسيا والنمور الآسيوية هم اشتغلوا في أول مرحلة من عملياتهم على بنية أساسية واستثمارات عامة كبيرة عشان يقدروا يقللوا الفجوة وبعد كده يمكنوا القطاع الخاص في العمل. لكن الحمد لله كل ده ساعدنا كمصر زي ما قلت لحضراتكم على التصدي لهذه الأزمات. النهاردة يعني نفذنا مع الإصلاح الاقتصادي مرحلة الإصلاحات الهيكلية اللي أطلقناها من سنة بالظبط في رمضان العام الماضي، وابتدينا نشتغل عليها علشان نلبي تطلعات المستقبل وازاي نتحرك في خلال الفترة الجاية. وده اللي مكننا ان احنا نستطيع ان احنا نعمل طفرات كثيرة في العديد من المجالات. لكن كان نتاج هذه الفترة ايه؟ ان احنا قدرنا نخفض من معدل البطالة بتاعنا من 13 وشوية لسبعة واربعة من عشر. معدلات نمو الاقتصادي اللي احنا وصلنا فيها زي ما حضراتكم، ولولا كورونا مصر انا بقولها لحضراتكم كان اقل معدل نمو كان هيبقى 7 و8%. لكن احنا انا باكد يعني لولا كورونا والازمات احنا كنا الارقام بتاعتنا اعلى من كده بكثير. لكن وايضا استطعنا ان احنا نزود احتياطي النقد الاجنبي ونخفض عجز الموازنه بتاعتنا من 13 ل 6.3 من عشر، وتحسين تصنيف مصر في كل المؤشرات الدولية.